بنيامين نتنياهو عارض صورة على التلفزيون إسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي. بهذا الفيديو عارض صورة 9 خنازير، 6 منهم نفقوا صادون. صادني في غرامة، صدني في كلامة. وضل 3 خنازير. شكله نتنياهو زبون مداوم بسوق الخنازير. هلا واحد منهم حسين والتاني كركي والتالت ابو رضا. وتخيلوا 20 خنزير منهم بضربة وحدة شعلون. هلأ ضل منهم 3 خنازير. شو بنفهم من هذا الموضوع؟ بنفهم انه جماعة حسين طلعوا مثل الجيش العربي السوري بيقدروا بس على المدنيين، اما لما بيدخلوا بمعركة مع جيش حشات الله عواهن بيوصل لقبرص. تعرفوا بيكون الامام الاثناش هرب معهم، او بما انه معلم بالهريبة بيكون دلهم على شي مجرور يتخبوا فيه. ملك بيلتو بالاثناش امام يا خوسي ازميرالدو. والله احنا لو فينا نخدمهم، يعني لو بنقدر نجتهد ونعطي معلومات عنهم ما منقصر. بس ما بنخاف على جيش الاحتلال الاسرائيلي، رح يجيبهم من مجاريرهم. ضل 3 خنازير. علامتنا